السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو غنخدموا ليكزارسيس 6 في الطيرموديناميك دي سوليسيون اس ام سي اس 4. هذا هو ليكزارسيس ديالنا. قالك لا كورب دون دي دو في دال ميلونج هي تي تراسي بور ان مول دو ميلونج ايثانول اي او بور اكس اي ايغال اكس بي ايغال 0.5. لانترسيكسيون دو لا تانجونس افيك لي زاكس فيرتيكو فورني موان 1.35 سم كي فورمول موان 1 بور اكس بي ايغال 1 اي موان 0.8 سم كي فورمول موان 1 بور اكس بي ايغال 0. قال لك لاكور كتعطينا فرق ديال الحجم ديال الميلونج ما بين الايثانول ولا هادشي بور ان مول. قال لك اكس ا كتساوي اكس بي يعني الفراكسيون مولير ديال الايثانول كتساوي الفراكسيون مولير ديال لو كتساوي 0.5. لانترسيكسيون يعني التقاطع دو لا طونجونت مماسات افيك لي زاكس فيرتيكو يعني لي زاكس اللي عندنا عموديا. لانترسيكسيون دو لا طونجونت تقاطع المماسات اللي هما هادو كيتقاطعون هنا قال لك مع لي زاكس فيرتيكو هادو هما لي زاكس فيرتيكو عموديا. قال لك كيعطيونا ناقص 1.35 سنتيمتر كي فورمول موان زا بالنسبه لاكس بي ايغال 1. اكس بي ايغال 1 يعني هنايا في هذه الحاله كيعطينا ناقص 1.35 وناقص 0.8 بالنسبه لاكس بي ايغال 0. دونك اكس بي ايغال 0 هنايا. دونك تذكير الا كان اكس بي هنا كيساوي 1 يعني في ليطا بيغ يعني ا غيكون في ليطا بيغ منين اكس بي ايغال 0 كيكونوا متعاكسين. دونك هادشي عاد تذكر هاد الدرجة درتو في الدياغرام دو فاس. السؤال الأول قالك ديتيرميني أ 25 دوغري سيسيوس لي فولي مولاغ بارسييل ديال لو أو ديال ليتانول دو سو ميلونج إيكي مولاغ. يعني خصنا نحدو ليهم الفولي مولاغ بارسييل ديال لو ديال ليتانول. كنعرفو بأن هاد لي زانترسيكسيون كيفاش حصلنا عليهم. مثلا عندنا ليتانول شدينا لو فولي مولاغ بارسييل ديال ليتانول ونقصنا منو لو فولي مولاغ لي كيكون عندنا في ليطا ستوندار يعني في ليطا بيغ وعطانا هاد لانترسيكسيون اللي هو ناقص 0.8 تقاطع مع هاد لي زاكس فيرتيكو. دونك انا كنقلب على لو فولي مولير بارسييل ديال ليتانول اللي هو في ان بار وكذلك لو فولي مولير بارسييل ديال لو اللي هو في بي بار. يعني خصني نقلب غير على هاد في ا اللي عندي في ليطا ستوندار يعني في ليطا بيغ وكذلك في بي ستوندار وغادي نحصلوا عليهم انطلاقا من لا ماس فوليميك اللي هي غو ديال لو وديال ليتانول اللي عطاهم ليا في المعطيات. دونك غو اللي هي لا ماس فوليميك يعني لا ماس على لو فوليم. هاد لا ماس الفوق الا قسمتها على نوبغ دو مول كتعطيني لا ماس مولير وهاد لو فوليم الا قسمته على نوبغ دو مول كيعطيني لو فوليم مولير هو اللي كنقلب عليه. يعني غو ا ديال ليتانول كتساوي لا ماس مولير ديال ليتانول سيغ لو فوليم مولير ديال ليتانول وكنخرج هاد لو فوليم مولير ديال ليتانول اللي كيساوي لا ماس مولير ديال ا سيغ غو دو ا. لا ماس مولير ديال ليتانول كتساوي 140.099 غرام في مول موان زان ولا ماس فوليميك ديال ليتانول كتساوي 0.78522 غرام بار سنتيمتر كيوب. دونك الى حسبتو غتلقاو لو فوليم مولير ديال ليتانول كيساوي 58.67 سنتيمتر كيوب في مول موان زان. نفس الطريقه بالنسبه للفوليم مولير ديال لو اللي كيساوي هنا لا ماس مولير ديال لو سيغ لا ماس فوليميك ديال لو. لا ماس مولير ديال لو كتساوي 18.015 ولا ماس فوليميك ديال لو كتساوي 0.99707. دونك الى حسبتو غتلقاو هاد لو فوليم مولير ديال لو كيساوي 18.068 سنتيمتر كيوب بار مول. دونك كيف قلت لكم في ان بار الى نقصنا منها لو فوليم مولير اللي كيكون عندنا في ليطا ستوندار كيساوي لنا ناقص 0.8 ويلي جبدنا هاد لو فوليم مولير بارسييل ديال ليتانول كيساوي في ان ستوندار ناقص 0.8 وهاد في ا هي اللي لقينا دابا لقيناها كتساوي 58.67. دونك الى عوضتو وحسبتو غتلقاو هاد لو فوليم مولير بارسييل ديال ليتانول كيساوي 57.87 سنتيمتر كيب بار مول. نفس الطريقه بالنسبه للفوليم مولير بارسييل ديال لو. دونك الى جبتو لو فوليم مولير بارسييل ديال لو كيساوي لو فوليم مولير اللي عندي في ليطا بيغ لقيناه كيساوي 18.068 الى نقصتو من 1.35 غتلقاو لو فوليم مولير بارسييل ديال لو كيساوي 16.718 سنتيمتر كيب بار مول. السؤال الثاني قال كيري لو فوليم دو لا سوليسيون بشوني او ميلوج 5 مول ديتانول 5 مول دو. الفوليم ديال لا سوليسيون كيساوي ان ا في ان بار بلس ان بي في بي بار. ان ا كتساوي ان بي كتساوي 5 مول وهاد في ان بار في بي بار هما اللي حسبنا دابا دابا في السؤال الاول. الى عوجتو اي حاجه بالقيمه ديالها وحسبتو غتلقاو لو فوليم ديال لا سوليسيون كيساوي 372.94 سنتيمتر كيوب. اخر سؤال قال لك كيري لا فارياسيون دو فوليم لوغ دي ميلونج.
La variation du volume du mélange est dit de V qui est Na fois l'intersection de l'éthanol plus Nv fois l'intersection de l'eau. Na égale Nv égale 5 mol. Nous avons les intersections déjà qui sont égales. Nous avons de V du mélange qui est égal à 10.75 cm3.